الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، كتاب العيدين باب الصلاة الى الحربة يوم العيد. باب الصلاة الى الحربة يوم العيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار بندار من الثقات الاثبات، شيخ اصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا عبد الوهاب، وعبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت، وهو من الثقات الأثبات، وثقة ابن معين، وقال ثقة. وأبو حاتم الرازي قال، لكن أبو زرعة بعد ما اتفقوا قال اختلط يعني بآخرة، والعجل قال ثقة، هو تغير قبل موته. وطبعا حديث المختلط لا يخفى على أمثالكم أنه مراتب، من حدث عنه قبل الاختلاط فحديثه صحيح، ومن حدث بعده بعد الاختلاط يوقف حتى ينظر، إذا وافق الثقات قلنا ضبطه، وإلا فيتوقف فيه. قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن الخطاب من الثقات الأثبات. المصغر ثقة. عن نافع مولى بن عمر، وأثبت الناس بن عمر، عن ابن عمر عبد الله بن عمر من عبد الله الأربعة من السبع المكثرين عن النبي الأمين صحابي بن صحابي أثري، أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تركز له الحربة قدامهم يوم الفطر والنحر، ثم يصلي يتخذها السترة يعني. وهذا أيضا فيها رد على حديث ابن عباس أنه قال: وفيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر بمنى إلى غير جدار. قلنا نفي الجدار لا ينفي السترة، لأنه يمكن أن تركز له الحربة، وأن هذا كان من دأب النبي صلى الله عليه وسلم. قول البخاري: باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد، يعني تركز الحربة، الله يرحمه، تركز له الحربة ويصلي إليها النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا أيضا هناك نهي عن أن ننصب لها يعني أن تكون مقابله أن يصمد لها، بل تكون عن يمينه أو عن يساره، لكن كان يصلي إلى سترة، وهذا أخذ به من قال بوجوب السترة، وإن كان إما الأربعة اتفقوا على سنية السترة. هذه المسألة فيها نظر، لكن من قال بالوجوب كان أقرب، والأدلة وهو أسعد بالأدلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الشيطان عليه صلاة. وهنا لما يقول يوم العيد، لأنه بيخرج إلى المصلى، وكان من دأب النبي صلى الله عليه وسلم كما بوى البخاري ذلك، أنه كان في الخلاء تركز له العنزة، فهو صلى إلى الحربة لأنه كان في المصلى، وكان يصلي في المصلى، فتركز له فيصلي إليه النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث عن ابن عمر ذكر لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم تركز له الحربة، وهذا كان من دأب النبي، وهذا الذي تمسك به من قال بالوجوب، على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك على الديمومة، وكان يفعل ذلك في الفطر وأيضا في النحر، ثم يتركز له الحربة ثم يصلي. وهذه تستجمع نظر المصلي، وأيضا تستجمع الخشوع في قلب العبد، وأيضا يحفظ نفسه من أن يقطع الشيطان صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صريحا: لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وأنت ترى أنه لو أتى بأحد يمر من أمامه فيأتي بالقريب. وهذه أيضا من الأداب، أولا من السنة أن يصلي العيد في الخلاء، وإن صلى في المسجد جاز ذلك. وأيضا تركز العنزة أو الحربة، يصلي إليها سترة. الفوائد المستنبطة: فعل النبي تشريع، الأخذ بكل استجماع الخشوع في قلب المرء عند الصلاة، ولأن تركيز الحربة كما قلنا يستجمع له النظر والقلب في هذا الباب. يصح خدمة الكبير، أو قل من الدين خدمة العلماء.